كابتن شريف، بما اننا بنتكلم عن المنتخب الوطني النهارده، كان تشكيل مكون من محمد الشناوي، 5 اهلي، 4 زمالك، 1 اسماعيلي، 1 اتحاد جده. محمد الشناوي، باهر المحمدي، الونش، واحمد حجازي، واحمد ابو الفتوح، سلية وطارق حامد، الشحات، حسين الشحات، واحمد سيد زيزو، ومجدي قفشه، ومحمد شريف. يعني احنا كنا لسه بنتكلم، هل في افضل من كده؟ ليس في الامكان، احسن مما كان. ايوه يعني انا دايما بحط نفسي مكان كابتن مدير فني او كابتن حسام او الراجل اللي بيبقى مسؤول الحقيقه. فكل الناس اجتمعت قبل المباراه وقالت الهدف الاول ان لازم تفوز، ولكن لازم نفوز كل حاجه، بس لازم ده يواكب اداء، يواكب حاله بدنيه احنا شفناها. مش مطمنين يا كابتن. مطمنين يعني، وكل ما كانش مطمن برضه يقول لك في فصول بارده بتحصل في اللقاء الاول دايما في الحكايات دي. والغلطه الكبيره انهم سهلوا على لعيبه مصر ان انجولا فرقه مش قد كده، يعني نص ونص. او يجوز هم عارفين عندهم غيابات كتير وحاجات كده. 12 لاعب انت قلت لي، 12 لاعب. فبالك بقى هناك لما هيروحوا بال 12 لاعب دول ويكتملوا، وانت عندك 2 3 برضو مهمين جدا. مهمين طبعا جداً. يعني لما يكون معاك صلاح والنني وتريزيجيه ان شاء الله لما يرجع بالسلامه، اعتقد هذا الثلاثي هيفرق كتير جدا. اكيد. لكن حسام البدري واللعيبه النهارده الحقيقه ما تقدرش، انا ما اقدرش العب في الفرقه دي احسن من كده. من الرؤيه الاخيره للخروج من مباراه الدوري اللي كانت موجوده، والحاله اللي كانوا عليها اللعيبه كمان، في لعيبه خرجت مصابه، في لعيب زي اكرم توفيق كان حالته جيده جدا جاله اصابه في الملعب. انا ما شفتش بس النهارده التاخرات والغيابات فعلا حسيت بيها بعد الماتش يا اسلام. ايوه يعني حسيت ان اكرم لو كان في الناحيه اليمين كان هيبقى فارق شويه عن باهر في المروح والرجوع طبعا لان باهر بقاله فتره برضه كابتن شريف بقاله فتره مش في الحته دي، يعني مش بتاعته ولا يحاسب عليها بالظبط. مكنتش هتلاقي الضربات الثابته اللي بتجي لنا من ناحيه الشمال دي على طول، راجل بيعدي على طول، راجل عنده الاول خطوتين اسرع من مظبوط.